على نحو مفاجئ تتقاطر الأخبار الأوكرانية متحدثة عن تقدم يقض مضجع الخطوط الأمامية الروسية في تحول قد يكون الأبرز في مسار الحرب التي أوشكت تكمل 7 شهورها. الهجوم الأوكراني صب جام غضبه على خط السكك الحديدية الرئيسي الذي يزود القوات الروسية في شرق البلاد بالإمدادات، وهو أمر في حال ثبتت صحته يكون قد أحدث فجوة عميقة في واحدة من أهم تكتيكات الجيش الروسي التي اعتمدها منذ هزيمته قرب كييف في آذار الماضي. التكتيك الروسي يعتمد شن حرب استنزاف شرسة بالاستناد إلى أسلحة متفوقة تعمل قصفا على المدن والقرى على نحو يبطئ زحف الجيش الأوكراني، لكنه أسلوب يعتمد على وصول أطنان الذخيرة يوميا إلى الخطوط الأمامية على متن قطارات من غرب روسيا، ما يعني أن الهجوم الأوكراني أحدث بالفعل هزة في العمق الروسي. وفيما يزيد المشهد تعقيدا، نشر الرئيس فلاديمير زيلينسكي مقطع فيديو يقول فيه جنود أوكرانيون إنهم انتزعوا السيطرة على بلدة تقع بجوار خط أمامي يمتد جنوبي خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا. وبدا أن زيلينسكي شد عضده بزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى كييف أمس، حيث أعلن عن إرسال أسلحة إضافية بقيمة 675 مليون دولار، وهو ما انعكس على إعلان زيلينسكي أن قواته استعادت أكثر من 1000 كيلومتر مربع من الأراضي في الشرق والجنوب خلال الأسبوع المنصرم. وفيما منعت أوكرانيا الصحفيين من دخول المنطقة وتأكيد مدى تقدم قواتها، وسعت روسيا دائرة الاستفهام بصمتها حيال اختراق جبهة خاركيف، بينما تركت لصوت الرشاشات والصواريخ مهمة الضجيج في سماء المدينة. بين الكر والفر اللذين تتبادلهما روسيا وأوكرانيا ومن خلف الأخيرة الغرب الداعم لها، يبدو أن حسم المعركة سينافس في تعقيده وجه العالم الذي يستيقظ كل يوم مع ملامح جديدة ترسمها تداعيات جديدة. ينضم إلينا عبر سكايب المختص في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي من موسكو. دكتور محمود، أهلا وسهلا بك. إذن دكتور محمود، أوكرانيا تعلن استعادة السيطرة على مناطق مختلفة في الشرق والجنوب، فما هي لربما رواية من الجانب الروسي بشأن التقدم العسكري على الأراضي الأوكرانية؟ أول شيء يسعد أوقاتك سيدتي والأخوة المشاهدين. طبعا منذ بداية الشهر التاسع بدأت أوكرانيا بهجوم عكسي متوقع له، فيتحضر له منذ أشهر. والهجوم العكسي كان على كل الجبهات بين روسيا وأوكرانيا، يعني بدأت من بداية من راجادار مكان المفاعل النووي في خرسون ونيكولايف وخاركوف، أشعلت كل الخطوط الأمامية. القرار كان بأمريكي بامتياز. السبب الرئيسي هو أن هناك ملل من الجانب الدول الأوروبية والحليف الولايات المتحدة الأمريكية أن ليس هناك أي تقدم عسكري في لماذا نعطي أسلحة لأوكرانيا. لذلك هذا القرار كان متخذ من قبل أوكرانيا، ومتخذ بشكل مريع جدا أن هناك يعني عمليات انتحارية يقوم بها الجيش الأوكراني، يعني خسائر بشرية والاعتادية في الجيش الأوكراني سمين جدا بالنسبة لهذه المناطق. طبعا لم يستطع الجيش الاوكراني في عده مناطق اختراق الخطوط الدفاعيه الروسيه، بينما اخترق في خاركوف، وهذا معناته روسيا بشكل رسمي ان هناك 4 أو 5 قرى تحت سيطره الان الجيش الاوكراني، من اهمها هي منطقه باكاليه، وهي مهمه جدا لانها تقطع الامدادات العسكريه لمدينه ايزوب وباتجاه الدنباس، يعني هو امر مهم جدا. روسيا الان بدات بما يسمى تعزيزات عسكرية قوية في هذه المنطقة. الصباح الباكر حتى أعلنت وزارة الدفاع بالفيديو أنه عبارة عن حوالي 50 طائرة هليكوبتر 126 وصلوا بفرق إنزال إلى هذه المنطقة، الدبابات والحافلات العسكرية لا تهدأ حتى الآن بالوصول إلى مناطق الصراع في خاركوف. يعني بتقديري أنا الشخصي وبتقدير عدة محللين أنه هذه العملية فعلياً لن تستطيع ان تستمر لفتره طويله من الزمن، لان سيستهلك كل القدرات الاوكرانيه، بينما روسيا الان تعزز هذه المنطقه وسيكون هناك هجوم عكسي. فكل هذه الامور التي تحدث الان ليس لها اي معنى غير ان تريد اوكرانيا ان تبرر للمجتمع الدولي المصاريف التي تصرفها عليها فعليا. وهذا يعني الارواح الاوكرانيه حتى الان حتى من الاعلام الاوكراني او وزاره الدفاع الاوكرانيه حوالي 5000 قتيل من 1 سبتمبر وحتى الان. 5000 قتيل، هذا يعني بالحرب العسكرية المحديثة هذا رقم هائل جدا. خسائر فوق 250 دبابة، حوالي 20 طيارة حربية.
عربات عسكرية بيك أب، يعني إطلاعية تقدم الأرض. نعم، ولكن الحديث أيضا عن دفعة مساعدات أمريكية جديدة مقبلة أمام كل هذا التفصيل والشأن. لذلك هو والتقدم لإعطاء، يعني كان في دائما في خوف من الدول الأوروبية أن الإيران تعطي السلاح إلى أوكرانيا. الآن هناك تقدمات أوكرانية سيعطوا السلاح الآن، ولكن المشكلة الآن تكبد أنه هذا السلاح سيأتي بعد فترة. من أين يأتي الآن الجيش الأوكراني في يعزز هذه المناطق؟ يعني هذه المناطق الأشياء الأقوى هي سهلية بامتياز، لا ليست جبال ولا تضاريس، هي سهلية جدا. يعني بما أن أوكرانيا ليست لديها قدرة على حماية الأجواء، لأن الأجواء الأوكرانية تحت سيطرة روسيا، هذه عملية انتحارية بامتياز. يعني سيأتي الجيش الروسي بعد مدة سيأخذ هذه المدن، يستعيد هذه المدن من جديد. يعني فعليا الخسائر هي بشرية هائلة، فقط لأن يبرر ما يسمى الدول الغربية أن هناك ما يسمى تقدم عسكري أوكراني، لما يسمى لتبرير المبالغ. لا يأتي ململ يعني في أوروبا. إذن هذا داخليا، نعم هذا داخليا أوكرانيا. في أوكرانيا إذا ما خرجنا بعيدا قليلا، الحديث عن انطلاق مناورات عسكرية واسعة في بيلاروس، فما ارتباط ذلك الآن خاصة عسكريا فيما يحدث على الأرض؟ طبعا ما روسيا، يعني في مقالة لتشيرشل أذكر أن الروس يحفظون أسرار حتى من أصدقائهم، فمن الصعب جدا، نحن في روسيا لا نعلم ما يدور في مخ الأركان الروسية والجيش الروسي فعليا. ولكن أنا منطقيا نقول أن هناك تقدم، يعني هناك تحضير لعملية ضخمة في قبل نهاية الخريف لسيطرة على عدد كبير من المدن وتحرير المدن الروسية التاريخية في أوكرانيا. يعني هناك أنا برأيي في خطة روسية بالمناورات العسكرية أن تكون في بيلاروسيا هناك، يعني تكون على ما حصل في بداية العملية العسكرية اللي دخلت قوات في كل مكان. أنا أعتقد أنه هناك في حملة كبيرة، أنه حوالي 6 أشهر استنزف الجيش الأوكراني قدراته البشرية، يعني حتى الآن نرى أن قدرات البشرية تستنزف في هذه العملية العسكرية. يمكن لروسيا أن تبدأ بعملية عسكرية، ولكن فعليا أجزم بهذا الكلام، مستحيل كما قلت لك، الروس من الصعب أن لا ينزلوا لا وسائل إعلام ولا أي محلل عسكري يقول ما يدور في مخ الأركان العسكرية، لأنه يعتبر سر عسكري بامتياز. يعني روسيا كما الجانب الأمريكي يختلف، الأمريكان يحاربون يعلنون عن الحرب قبل أيام ولها دعايات، روسيا يعني لها خطط أخرى في العمليات العسكرية. لذلك يمكن أن أقول أن هناك في عملية عسكرية قريبة أوكرانية، عفوا روسية، واسعة المدى يسمى الهجوم المطاط على، يعني دائما في التكتيك العسكري والتقنية العسكرية كل ما في هناك هجوم أو حملة عسكرية قامت في أوكرانيا سيكون هناك هجوم مطاط. يعني اعتقد انه التحضير للهجوم المضاد على العمليه العسكريه الان الاوكرانيه لتحرير بعض المناطق. نعم، وهنا لربما يتحدث ذلك عن عامل المباغته والمفاجاه في هذا التكتيك العسكري. شكرا جزيلا لك دكتور محمود الافندي المختص في الشان الروسي، كنت معنا من موسكو.